أخبار اليوم. احنا في دار أخبار اليوم بنرحب دايما بعرض المؤتمرات والندوات، مش بس بتهمنا كصحفيين في النشر لكن بتهم المواطن المصري بشكل عام، بتهم العاملين في مجال الصحافة والإعلام. احنا قريب بإذن الله بنستعد لتنظيم ندوة أو نقول مؤتمر في ذكرى 70 لتأسيس مؤسسة أخبار اليوم في نوفمبر القادم إن شاء الله، وهيكون موضوعها عن صناعة الإبداع. أنا بكرر الترحيب بأساتذتنا، و يعني بيشرفني ان اتقدم بزور احترافكم. رافع